يا هجوسي من أبيات القصيدة اكتبي وضحي في الكتابة وانتقي في البنود رغم كيد المنافق والحسد والغبي ننشر العلم حتى يسلمون اليهود رحبي يا حيود السحر به رحبي مرحبا الشيخ يحيى لا ربوع العمود بعد غيبة طويلة يا يمن أعجبي ها هو ابن الحجور لا يمن يعود ما خرج عن كتاب الله وقول النبي مرجع للسلف والناس جاته وفود رحبوا به كبار السن حتى الصبي في مواكب كبيرة سافروا للحدود قائد القوم أبو بندر بطلنا الأبي شيخ لا قال كلمة ما اختلف الوعود واكرم الضيف وانعم قام في الواجب والكرم من عوايدهم صفة الجدود قائد القوم أبو بندر بطلنا الأبي شيخ لا قال كلمة ما اختلف الوعود واكرم الضيف وانعم قام في الواجب والكرم من عوايدهم صفة الجدود والكرم من عوايدهم صفة الجدود والكرم من عوايدهم صفة الجدود